تخيلوا بقى أي حد فينا بيجتهد إنه يوفر بيئة عمل ممكن يبقى فاكر إن الموضوع صعب ومكلف، وهدلعهم إزاي يعني؟ إحنا مش قصدنا ندلعهم، أو يعني الدلع واجب يعني، لكن بيئة العمل فيها شوية حاجات أساسية خالص خالص وبسيطة خالص ومش صعبة أساسا. بيقولوا إنه بداية من الكرسي اللي الموظف بيقضي عليه تلت حياته، مش إحنا اتفقنا إن تلت حياتنا بنقضيها في الشغل، يفرق. تخيل إنه راحة الكرسي دي بيئة عمل كويسة. إضاءة المكتب، لو المكتب فيه إضاءة وتهوية بتفرق في نفسية الموظف. بيقولوا كده إن الضوء البارد الناس بتستخدمه أحياناً عشان يزود الإنتاجية، لكن اللون الدافي أو الأصفر بيخليهم مرتاحين أكتر ومسترخين أكتر. لون المكتب، حاجات سهلة صح؟ بدل الألوان السوداء الكئيبة أو الألوان المحبطة أو الحاجات اللي مش لايقة على بعض. تخيلوا إنه الدراسات بتقول أزرق أصفر أخضر بيحسن التركيز وبيزود الإنتاجية. إنك تحط شوية نباتات زرع في غرف المكاتب وشوية تهوية كمان مرة عشان تخلي الناس حاسين إنهم بني أدمين. تخيلوا لو عملنا شوية الحاجات البسيطة دي، ما أعتقدش إنها تكلف أي صاحب عمل حاجة، مش هيقولوا عليك مرفه ولا حاجة، ولا هيقولوا عليك إنك مدلع الموظفين، لأنه فعلاً الأشطر مننا عملوا كده. ملخص الحكاية إنه فعلاً من حق الموظف يرتاح، من حق الموظف يحس إنه بني آدم، وإنه تلت حياته اللي بيقضيه معاك هو مش بيضيعه محبوس أو أسير، لكنه مستمتع. المستفيد الأول والأخير من راحة الموظف هو حضرتك. إنتاجية الشغل وجودة الشغل تفرق كتير جداً في الناس اللي بيئة العمل عندها مختلفة. وأخيراً سيلفي الاستقالة، الظاهرة اللي انتشرت كتير، أسوأ حاجة بتهد وبتأذي سمعة الشركات. لو أنت مكان حتى الناس وهي ماشية من عندك هتبقى ماشية وفاكراك بالخير وهترجع لك كأصدقاء، مش هيبقى ماشي وهو كاسر ورانا قلة.